يعد الزنجبيل من أهم المشروبات التي يساعد في التخلص من أعراض الحمل، وبشكل خاص عند شربه على الريق للعديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وهي مثل مشكلة الهضم والغثيان الصباحي والإمساك. هذا لأنه من المشروبات سهلة الامتصاص في المعدة، ويتم الحصول من خلالها على نتائج سريعة، وهو يحل جميع المشاكل والمضاعفات الصحية، هذا حيث أنه من أكثر المشاريب وله العديد من الفوائد الصحية. إنه يساهم في تخفيف جميع الأعراض التي تأتي بسبب اضطرابات المعدة والغثيان، وهي التي تصيب المرأة الحامل في الأسابيع الأولى من الحمل، وأيضا في حالة الإحساس بدوار الحركة أو الغثيان عند الصباح أو حتى الآلام المتواجدة في المعدة. ويتم نصح المرأة الحامل بتناول كوب من الزنجبيل الساخن للتخفيف من هذا الإحساس، ويساعد في تنظيف المعدة مما يوجد فيها من بقايا الطعام، ويتم استعماله لمنع حدوث القيء، وهو يحتوي على المركبات الطبيعية والتي تساعد في التقليل من جميع التقلصات المعوية، وهي التي تثبط النشاط والمراكز الخاصة بالتقيؤ في الدماغ. إن مشروب الزنجبيل يساعد في تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء وعملية امتصاص جميع المواد والعناصر الغذائية الهامة، وهذا يكون بشكل غير مباشر، وهي التي تساعد في تحسين عملية الهضم بشكل كبير، ويساعد في حل مشكلة الإمساك والغازات، وهو يفيد في منع حدوث التجشؤ الغير مرغوب فيه، كما يساعد في منع وتخفيف الأعراض التي تأتي بسبب حرقة المعدة من خلال زيادة الإفرازات المخاطية، كما يتم استعماله في توسيع الأوعية الدموية، ويساعد في تعزيز عملية سريان الدم، وهذا لأنه به العديد من المركبات النشطة مثل الأحماض الأمينية والمعادن، وهو يحمي من الحمى ويخلص الحامل من التعرق الشديد الذي يصيبها، كما يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويحمي القلب والأوعية الدموية من جميع الأمراض والمشاكل التي من المحتمل أن تصيب العديد من الأشخاص، كما يخفف من جميع الآلام عند الحامل، كما يقوي جهاز المناعة في جسم الحامل، ويساعد في التخلص من جميع الالتهابات. إن الزنجبيل يحتوي على الكثير من العناصر الأساسية التي يحتاج لها جسم الحامل، وهي مثل الحديد الهام الذي يساعد في تكوين الدم بشكل وطريقة سليمة. إن الزنجبيل يحتوي على فيتامين سي، وهو الذي يساعد في دعم التكوين الخاص بجهاز المناعة الخاص بالجنين في رحم الأم، كما أن الزنجبيل يحتوي على حمض الفوليك، وهو من الأحماض الهامة التي تساعد في منع حدوث العيوب الخلقية الخاصة بالجنين، هذا يكون في الشهور الأولى، كما أن الزنجبيل يساعد في خفض نسبة الصوديوم، هذا ما يجعل إضافته إلى جميع الوصفات من أهم الأشياء، هذا يحدث دون وجود زيادة في نسبة الصوديوم الغير ضارة، وذلك يكون أثناء الحمل. إن العديد من الدراسات أثبتت أنه لا يوجد أي مبرر للتحذير من استعمال الزنجبيل بشكل مختلف، هذا يكون أثناء الحمل، وأيضا هذا في حالة إذا تم استخدامه بجرعات معتادة، وهي التي تكون من 2 إلى 4 جرامات بشكل يومي، هذا حيث أن الزنجبيل يعتبر من أهم المواد الغذائية الآمنة على الحامل، هذا ما أكدت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ذلك إلا أن الهيئة الألمانية الخاصة بالنباتات الطبية والهيئة الأمريكية للأعشاب قامت برفض قبول الزنجبيل، وكأنه مادة غذائية تستخدم لتقليل جميع حالات الغثيان، وهي التي تصيب النساء أثناء الحمل، والتي تجعلها تشعر بحالة شديدة من عدم الارتياح. إن الزنجبيل يعتبر من أهم النباتات التي تساعد في تخفيض نسبة الدهون في الجسم والسعرات الحرارية، هذا بالإضافة إلى أنه مليء بالكثير من المغذيات الهامة للجسم، التي منها بعض المغذيات وهي التي تحتاج لها الحامل، وهذا يكون في حين أن الزنجبيل للحامل يعتبر من الأشياء الآمنة التي يتم استعمالها طوال الوقت لتخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وأيضا الزنجبيل للحامل يعد آمن الاستهلاك، وهو يقدم الكثير من الفوائد إلى الجسم، ولكن لابد وأن يتم استشارة الطبيب قبل تناوله لعدم حدوث أي من المضاعفات التي تصيب الحامل في الكثير من الحالات دائما.